صديقي العزيز وأخي العزيز وسفير فلسطين في تونس، هذه فرصة لأعبر فيها لكم ولكل الشعب الفلسطيني عن موقفنا الثابت من الحق الفلسطيني المشروع، الحق الفلسطيني الذي لن يضيع، الحق الفلسطيني ليس بضاعة في سوق الأسهم أو ليس بضاعة تتقاذفها السياسات بين الحين والآخر ويسقط الأبرياء في أرض فلسطين العزيزة نتيجة لهذه الأوضاع التي تستمر لأكثر من قرن. لقد عانى الشعب الفلسطيني الكثير، ومن حقه أن يعود إلى أرضه، ومن حقه أن يتمتع بحقوقه كاملة بناء على التاريخ، بناء على المشروعية، بناء على الشرعية حتى وإن كانت منقوصة. وأذكر حديثنا في وقت من الأوقات أن الأمر لا يتعلق بقضية فيها مدعى ومدعى عليه، بل يتعلق بحق غير قابل للمساومة، وفلسطين لا يمكن أن تكون ويكون شعبها موضوع صفقة بين مجموعة من الدول. الحق يبقى قائما، وهذه المجازر التي تقع للأسف بين الحين والآخر على الإنسانية جمعاء أن تعي أنه حان الوقت لوضع حد لمأساة شعبنا في فلسطين التي لن نتخلى عنها أبدا، لأنها قبل أن تكون في القوانين وفي المواثيق في قلوبنا وفي وجداننا، ولن نتخلى ولن نتراجع عن مبادئنا التي كنا أعلن عنها. هي فرصة لأتوجه إلى الشعب العربي وإلى العالم كله بأن القضية الفلسطينية ليست غزة بل فلسطين. ولعله من مخلفات الانقسام الحديث عن غزة دون فلسطين. تسمعون في المظاهرات في تونس وفي عدد من الدول الأخرى غزة رمز العزة. نعم رمز العزة، ولكن فلسطين رمز العزة، كل فلسطين. والانقسام هو الذي أدى إلى هذا التشرذم، وحتى بعض المصطلحات التي تستعمل في عدد من المظاهرات تسللت إليها الحركة الصهيونية. نتحدث عن غزة في حين أن فلسطين ليست غزة فقط. والاستعمار للأسف لا يتسلل فقط من الحدود، ولكن يتسلل وهو أخطر من العقول. وحين تطرح بعض القضايا من زاوية معينة وتطرح بالشكل الذي رأيناه في السنوات الأخيرة، لا يؤدي ذلك إلى حل. لقد عانى الفلسطينيون كثيرا، ولن ننسى أبدا معاناتهم منذ القرن العشرين. وكنا التقينا في محاضرة في بكلية الحقوق بسوسة بتونس عفوا، وتحدثنا عن جملة من القضايا، ومن بينها القضايا المتصلة بالمفاهيم التي تستعمل ولا تستعمل هكذا عن حسن نية، ولكن تستعمل لمزيد التقسيم. والحل
لا يمكن أن يتم إلا بوحدة الصف الفلسطيني، كما قال الأخ الرئيس أبو مازن. وحدة الصف، وحدة الموقف، وحدة الوسائل هي التي يمكنه أن تحقق أو أن تكون البداية لطريق الحل. وأتوجه مرة أخرى من خلالكم إلى الإنسانية لأقول لها: أما آن الأوان أن تضعوا حدا لهذه المظلمة التي تتواصل على مدى العقود بل تجاوزت القرن. القضية قضية شعب له حق في أرضه، القضية قضية شعب كامل، والانقسام والتفتت لا يخدم إلا أعداء القضية. فتحياتي الخالصة إلى أبطالنا في فلسطين، في كل فلسطين، وفلسطين ستبقى في قلب كل تونسي حر، ولا مجال للمساومة، لأن فلسطين ليست ضيعة ولا حقلا أو بستانا، بل شعب له حق في أرضه كسائر شعوب العالم. تشرفت بلقاء فخامة الأخ الرئيس قيس سعيد لنقل رسالة، يعني تشرفت بلقاء فخامة الأخ الرئيس قيس سعيد لنقل رسالة خطية من الأخ الرئيس أبو مازن تقدر الموقف الرائع لأهلنا وشعبنا في تونس وحراكها على الصعيد الدولي، وخاصة المواقف التي عبر عنها فخامة الرئيس قيس سعيد وحراك معالي وزير الخارجية والحكومة التونسية وكافة الأحزاب والجماهير في تونس التي وقفت في نفس الخندق مع الحق الفلسطيني لإرسال رسالة، ليس رسالة تضامن، وإن رسالة تكامل ومشاركة حقيقية على الأرض في إطار العلاقات مع الدول، مع المجتمعات، في من خلال الدعم المقدم لفلسطين. وتم التركيز على الانتصار الكبير لوحدة الشعب الفلسطيني أثناء المواجهة الأخيرة دفاعا عن القدس وعن أهلنا في حي الشيخ جراح، ووقفة شعبنا في كل فلسطين التاريخية، في الضفة الغربية، في غزة، في القدس، في فلسطين التاريخية، في عكا، في اللد، في حيفا، في الناصرة، في كل مكان من فلسطين. هذه الوقفة التي فجرت الوعي الكوني للحقائق الموضوعية لهذه الاستراتيجية الإجرامية التي يقوم بها العدو الصهيوني ضد أبناء شعبنا. والآن الكل بدأ يعي لهذه الحقائق الموضوعية، وهنالك تحولات ومتغيرات. ركز فخامة الرئيس على ضرورة وحدة الصف الفلسطيني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وهو على استعداد لاستقبال جميع القوى الفلسطينية موحدة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأنه أي عمل وطني لا يعمل على وحدة هذا الصف فإنه قد يضر في الحق الفلسطيني. فلذلك أنه تونس تقف مع هذه الوحدة وستقدم كل أنواع الدعم لهذه الوحدة. وأيضا فخامة الرئيس عبر عن تواصله مع قيادات دولية
في الشمال وفي الجنوب في الشرق وفي الغرب، وخاصة لحشد أكبر عدد ممكن من الدول للاعتراف بدولة فلسطين وفي الحق الفلسطيني، ووضع آليات تنفيذية للمرجعيات التي أقرها المجتمع الدولي لإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية. وأكد على أنه لا يمكن لأي إنسان شريف أن يقبل بالمس بالحق الفلسطيني المطلق، لأن المساس في هذا الحق هو مساس في حقوق البشرية جمعاء. هذا الموقف كان أصبح يشكل بوصلة ومرجعية لقيادات كبرى بالساحة الدولية. فشكرا لتونس، تحيا تونس، تحيا فلسطين. وهنالك سيكون تواصل مباشر وتنسيق كامل ما بين فخامة الرئيس قيس سعيد والأخ الرئيس فخامة الرئيس أبو مازن، وأيضا ما بين الحكومة التونسية والحكومة الفلسطينية لتعزيز شراكات وعلاقات الأخوة ما بين دولة فلسطين ودولة تونس لفائدة استراتيجيات مراكمة الحلول واحترام الشعوب والخروج من هذه المآزق الكونية.